بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة هنتكلم فيها أكيد عن النادي الأهلي، هنرد فيها ضد الأكاذيب والشائعات. لكن في البداية ما تنساش أفضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا الصلاة على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفعنا سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والحاجة عايز أتكلم فيها رضا عبد العال. رضا عبد العال شايف ان الزمالك لو خرج قدام اكاديمية الاحلام، اكاديمية دريمز الغانية، في مباراة الاياب في بطولة الكونفدرالية الافريقية، شايف ان المدرب البرتغالي جوزيه جوميز او جوزيه جميز زي ما بيقول انه ما يرجعش مصر تاني، يطلع من غانا على بلده، والزمالك يتعاقد مع طارق مصطفى او عبد الحميد بسيوني، وادوا فرصه بقى للمصري يا جماعه. يعني اديته فرصه للبرتغالي بيريرا وجوميز واوسيريو وموسيريو، اديته الخواجه وعوده الخواجه، اديته لهم فرص كتير. ادوا بقى فرصه لاولاد النادي، كابتن طارق مصطفى، كابتن عبد الحميد بسيوني، وليه لا لما الزمالك يتدحضر بيه الحال ويتدهور بيه الحال ما يدي فرصه لرضا عبد العال. يعني انا اطالب جماهير النادي الاهلي بتدشين هاشتاج لتولي رضا عبد العال الجهبذ العبقري بيب جوارديولا الغلابه، انه يتولى تدريب نادي الزمالك لانقاذ ما يمكن انقاذه في موسم صفري يلوح في الافق بالنسبه للقلعه البيضاء تحت قياده كابتن حسين لبيب. الزمالك اولا، الزمالك اكبر قلعه رياضيه في الشرق الاوسط زي ما بيقول حسين لبيب، وعلى راي الشاعر كلام كتير بيروح ويطير في الهواء، واللي ما بيطيرش بيداس بالاقدام. عايز اقول يعني قمه الشيزوفرينيا. انا عايز اسال سؤال، انت كمشجع كوره هتستفيد ايه لما تقفل باب رزق بيشغل عشرات الشباب من المصريين؟ ملعونة الكورة اللي تخليك كمشجع بائس محبط تقفل فندق او تتسبب في تقليل تقييم فندق وتطفش الزبائن عنه لمجرد انك انسان متعصب كرويا ورياضيا تعصب اعمى، لمجرد ان اصطف فندق سين من الفندقات او الفنادق عفوا عمل ممر شرفي للاعبي دريمز الغاني بعد عودتهم من مباراة استاد القاهرة، يقوم جماهير نادي الزمالك تخش على جوجل وتخش على تقييمات هذا الفندق وتخسف به الارض وتعمل كومنتات سخيفة اقل ما يوصف بها او توصف به انها كومنتات قلة ادب وإجرام وجريمة في حق هذا الفندق. هتستفاد إيه لما الفندق ده كمان شهر شهرين يقفل؟ هتستفاد إيه؟ هتبقى مرتاح؟ الزمالك هيتأهل؟ لو إغلاق الفندق بالنسبة لك هيأهل الزمالك، وينه؟ اقفلوه. اقفل باب رزق لشاب الله أعلم بظروفه، هل هو العائل الوحيد لأبوه والأمه ولا ظروفه عاملة إزاي؟ ما أنت قاعد ماسك البزازة، هات فلوس يا ماما بتاخد، هات فلوس يا بابا بتاخد، لكن في غيرك شباب مش بتاع بابا وماما، ما عندهمش بابا وماما يصرفوا عليه، لا عنده بابا وماما مرضى عجائز محتاجين ابنهم يصرف عليهم. تيجي أنت بمنتهى قلة الأدب والتجرمة تقفل باب عيش، تقفل باب رزق لهذا الشاب عشان خاطر التعصب الأعمى اللي عندك، ويجي بعد كده بعض البلهاء السفهاء السذج يتكلموا عن المنافسة الشريفة ويقول لك احنا ما بنكسبش غير بعرق جبيننا. المواقف بتبينكم وتفضحكم. انتوا بقيتوا مقرفين الفئة الضالة اللي اتعملت الفندق، ومش عايز اقول لك بقى الفندق دي طلع تبع مين، ده انتوا سندكوا سودا بجد سندكوا سودا، واستنوا يا اصحاب الكومنتات اللي هيحصل فيكم، ما انتوا ما تعرفوش الفندق ده تبع مين. خالد الغندور بتاع
تحت شعار مش عارف ايه تلهيك واللي فيها تجيبه فيك. خالد الغندور مش عاجبه ضحك جمهور النادي الاهلي على احمد سيد زومه، ومطالبة احمد سيد زومه الجمهور انه يزوم على الحكم عشان يغلط ويحسب ضربات جزاء لنادي الزمالك. ومنزل صورة لوليد أزارو لما قطع التيشيرت بتاعه في نهائي الترجي التونسي. بعد الزبدء بس عايز أأكد على نقطة مهمة. المهندس عادل القيعي طلع اعتذر عن اللقطة بتاعة وليد أزارو وهاجم فيها وليد أزارو إنه قطع التيشيرت بتاعه عشان يحصل على ضرب الجزاء في أو يأكد على صحة ضرب الجزاء ليه في مباراة الترجي التونسي. عايز اقول للاستاذ خالد الغندور طيب الله ثراه، فرق كبير جدا كبير جدا استاذ خالد ما بين واحد لعيب كوره بيحاول يضغط على الحكم، لعيب كوره بيضغط على الحكم في الملعب، وما بين لاعب بيطلب من الجمهور انهم يزوموا عشان يضغطوا على الحكم. فرق كبير جدا، فرق السما من العمى. ولو انت مش فاهم معناها فمش هقدر اقول لك غير هز يا خالد، على رأي المشجع الزملكاوي والمناضل وائل غنيم، هز يا خالد، هز راسك، هز رجلك، هز أي حاجة. فرق كبير جدا لما سيد عبد الحفيظ يقوم على الخط ويقف يتكلم مع الحكم ويضغط على الحكم، وما بين إنك تقول للجمهور زوموا عشان تضغطوا على الحكم. خالد الغندور كتب على صفحته الرسمية كنوع من أنواع التلقيح، كنوع من أنواع الإسقاط أو التلسين، مش عايز أقول تلقيح النساء، لا، إسقاط أو تلسين. قال لك علمناهم الشحاتة سبقونا على الأبواب. زيزو بيزوم يا ترى مين الأستاذ ومين جمهوره اللي كان مبسوط إنه بيتخانق مع الحكام وبيضغط على الحكام وزعلانين إنه بعد ما رحل مفيش واحد بيعمل زي. عايز أقول للغندور، سيد عبد الحفيظ ده كان مدير الكورة، سيد عبد الحفيظ لو عبد الواحد السيد ضغط على الحكم وقال للحكم لينا ضرب الجزاء، لينا فاول، لينا لينا لينا، محدش يقدر يتكلم، لان ده في اطار منظومه نادي الزمالك. لكن حضرتك الجمهور ده مش محتاج ان يكون في اوصياء عليه. الجمهور مش شويه بهايم بيتساقوا او شويه مواشي، الجمهور رايح يشجع نادي الزمالك فقط. الدور والباقي بقى على اللعيبة والجهاز الفني والجهاز الإداري، هم اللي يزوموا على الحكام. الجمهور ما يزومش على الحكام، الجهاز الفني والإداري واللعيبة هي اللي تزوم على الحكام. خالد الغندور سأل سؤال كوميدي مضحك بالنسبة لي، وأنا قلت لكم قبل كده خالد الغندور بالنسبة لي هو مدخل الفرحة والبسمة في حياتي. أنا بفرح جدا لما بشوف خالد الغندور، وبضحك جدا لما بسمع كلام خالد الغندور لانه بيحتوي على العديد من النكات. ضحكني يا قصير، لا مش خالد الغندور القصير، لكن افتكرت بس اللازمه بتاعه فيلم محمد هنيدي ضحكني يا قصير. لكن خالد الغندور ليس قصيرا، خالد الغندور طويل وطويل جدا. عايز اقول خالد الغندور قال اشمعنا نادي، اشمعنا احنا وقعنا مع نادي، اشمعنا قال اشمعنى الخطيب أسطورة عند الزمالكوية وشيكابالا مش أسطورة عند الأهلي؟ ويعني ايه كلمة أسطورة؟ هل هو المؤثر مع ناديه ولا أرقامه جامدة ولا الأكثر حصولا على البطولات؟ حد يقول لي؟ في حد بيقول شيكابالا لم يحرز هدف للزمالك في مباراة قمة والزمالك كسب وده مش حقيقي؟ الخطيب لم يحرز في تاريخه هدفا في الزمالك في الدوري العام، لكنه فقط أحرز هدفين ضرب الجزاء والماتشين الأهلي ما فازش فيهم. علمناهم الشحاتة سبقونا علموا. أنا مش هرد عليك لأنك لا تستحق الرد في موضوع إشمعنا، إشمعنا الخطيب أسطورة عند الأهلوية؟ طب إشمعنا حسن شحاتة أسطورة عند الزمالك عند الأهلوية برضه؟ ما هو الأهلوية بيعتبروا حسن شحاتة أسطورة، لأن كلمة أسطورة أول بند فيها إنك يكون عندك أخلاق، تاني بند فيها إنك تكون لاعب مؤثر مش بس في ناديك، في الدنيا كلها. اسأل أي حد في الوطن العربي مين محمود الخطيب؟ هيقولك أنا تأثرت بمحمود الخطيب، هيقولك أنا حبيت الكورة عشان الخطيب، هيقولك أنا حبيت الأهلي عشان الخطيب، كده أسطورة. مين حسن شحاتة؟ هيقولك أنا حبيت الزمالك عشان حسن شحاتة، حبيت الكورة عشان حسن شحاتة، نفسي ابني يطلع في أخلاقيات حسن شحاتة.
ده اسطوره. الفكره مش جاب كام جون في الزمالك او جاب كام جون في الاهلي او كسب الاهلي او كسب الزمالك، في عوامل عشان تكون اسطوره. اسطوره يعني لاعب لا يتكرر، لكن زي شيكابالا كتير، وزي شيكابالا احسن واكتر. عشان كده شيكابالا لا يصلح انه يكون اسطوره ولا نص اسطوره حتى. مينا ماهر مقدم برنامج زملكاوي في قناه الزمالك قال لك احنا مش محظوظين. بصوا يا جماعه بقى عشان نبقى واضحين، الزمالك ما كسبش دريمز الغاني مش عشان الحكام، لا. طب مش عشان السحر الاسود، ممكن. طب مش عشان الرشاوة والعملات وكالة الأهرام، لا. المرة دي عشان الزمالك صفر حظ. الزمالك في الحظ، ملكش جمايل علينا يا حظ. حظ يا ابو حظ، ده انتوا اكتر نادي محظوظ في الدنيا، ده انتوا اكتر نادي الحظ بيخبط على بابه. حظ يا ابو حظ، انت تعرف قبل معنى الحظ ايه يا أستاذ مينا؟ يعني خليك رويح عشان الناس تروح وتيجي فيك كده، خليك مروح كده. أستاذ مينا قال إن الزمالك كان غياب منه أهم لاعب في مصر أحمد سيد زومو، كان غياب منه الباك رايت عمر جابر وباك شمال أحمد فتوح، الثلاثة بيشاركوا أساسي من أهم عناصر الفريق. للأسف الفرقة ما كانتش محظوظة، إن شاء الله مع عودة المصابين نقدر نسجل ونصعد من غاب. قول يا باسط، نسأل الله التسهيل، ان شاء الله الزمالك يفرحنا الماتش الجاي ويتاهل فريق دريمز الغاني للمباراه النهائيه. نادر السيد اتسال سؤال في قناه اون على الملأ، على الملأ. يا جماعه يا كابتن نادر، يا سيد، يا زملكاوي عظيم، ليه خليت بنتك تنضم للنادي الأهلي بالرغم إنك زملكاوي وأبوك زملكاوي وعيلتك كلها زملكاوية؟ رد نادر السيد رد مقنع جدا للجميع، وده الفرق ما بين الأهلي وما بين أي حد تاني. نادر السيد قال الأهلي أفضل فريق في مصر، الأهلي أفضل إدارة في أفريقيا، وبيهتموا جدا ببنتي تمارا. أعتقد الناس كلها عرفت ليه كهربا راح الأهلي، ليه إمام عاشور راح الأهلي، ليه لعيبة كتير جدا عايزة تروح الأهلي. وعايز أقول لكم حاجة لا أخفيكم سرا، في لاعب عقده انتهى مع نادي الزمالك، في لاعب عقده انتهى مع نادي الزمالك، بيتحايل على لعيبة النادي الأهلي إنهم ينقلوا رغبته لإدارة النادي الأهلي إنه عايز يلعب للنادي الأهلي بانتقال مجاني، بانتقال مجاني. لاعب في خط الظهر، لعيب مدافع، عايز يوقع للأهل مجانا 3 سنوات في صفقة انتقال حر. جمهور النادي الأهلي بيعتبره ابن أصيل من أبناء النادي الأهلي. كابتن أحمد شوبير فضح تواطؤ مسؤولي اتحاد الموز في قضية اللاعب محمد الشيخ. كابتن شوبير قال ما يحدث من لجنة الانضباط بشأن مواعيد استدعاء الشيبي للتحقيق هو أمر غريب. كل مرة يبعثوا استدعاء للاعب بيراميدز في يوم مباراة فريقه، دول موجودين داخل اتحاد الكرة، يعني مفترض يكونوا عارفين مواعيد جداول الدوري. من فضلكم خدوا قرار حتى لو هتقولوا موقف الشيبي سليم وبعد كده الأهلي يتحرك. مشكلة ان لجنة الانضباط معطلة النادي الأهلي. الناس اللي بتسأل، احنا سألنا هو ليه الأهلي ما راحش الفيفا، هو الأهلي مش عارف يروح الفيفا غير لما ياخد عقد نافع من اتحاد الكورة، غير لما ياخد عقد نافع من اتحاد الكورة. عشان كده اتحاد الكورة مش عايز يخلص، عشان كده اتحاد الكورة بيماطل بيماطل. هل ده نوع من انواع التواطؤ من اتحاد الكوره لمصلحه نادي بيراميدز عشان سبوبه بيراميدز ما تتقطعش، عشان فلوس بيراميدز ما تتقطعش، ويتعرقل النادي الاهلي في التوجه للاتحاد الدولي لكره القدم؟ الكل يعلم علم اليقين
ان الاهلي لو لجأ للفيفا اولا النشاط هيتشطر، ثانيا نادي بيراميدز هيهبط للدرجه الثانيه، ثالثا الشيء بيتشطر. لكن هناك من يعرقل تحرك النادي الاهلي وتصعيد النادي الاهلي للاتحاد الدولي لكره القدم. اتمنى من لجنه الانضباط اللي بحترم الساده المستشارين الاجلاء اللي فيها ان هم ينجزوا العداله الناجزه يا فندم. حقق مع الشيبي واطلع قول لنا الشيبي بريء براءه الذئب من دم ابن يعقوب. اقول لك شكرا، اخد بقى الورق بتاعي وستف ملفاتي وابعتها على عم الناس جياني انفانتين. صباح الفل يا ابو الفلافيل، اتفضل، ادي فضيحه في الكره المصريه بتحصل، حللي بقى يا فندم. ابو الفلافيل حدوته هيقول لك خد تجميد نشاط، خد هبوط النادي، خد شاط باللعب. شكرا، انا مش عايز اكتر من كده. هتقول لي يا مصطفى النشاط هيتجمد، ما يولع بجلس، احنا اخدنا ايه من النشاط؟ لما يتوقف النشاط وتبني على نظافة أحسن، ما احنا عايشين في الفساد الكروي واللي احنا عايشين فيه ده. انت عندك التزوير بيضرب قطاعات الناشئين كلها. حد سأل بينا زي أفريقيا اللعيبة بتبقى عندها 50 سنة ويطلع يقول لك أنا لسه في العشرينات، لعيب بيبقى قد الحيطة وزي الشحط يعد ما يعديش من الباب ويقول لك أنا عندي 12 سنة 15 سنة. إيه يا جماعة فيه؟ ما نضحك على بعض، ده كلها أوضتين وصالة. خلصت أخبارنا؟ ما خلصتش حكايتنا، هستنى كل أراكم وتعليقاتكم أكيد. شكرا ليكم.